النهارده يا جماعه في معرض لومارشيه 2024 شركه يانسون وجلندر عامله عظمه هنا داخل معرض لومارشيه. طبعا جميع موديلات شركه يانسون وجلندر معروضه داخل البارتيشن الكبير ده، هنعرض لكم كل موديلات الشركه. تعالوا بقى معانا يا جماعه هوريكم موديل طبعا من الموديلات اللي هي فخمه جدا 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 واحدث حاجه برده صحيحه في عالم الملابس. هو موديلات جميله جدا، موديل امريكان. استاذ ابراهيم اشرح لنا ايه اللي في الموديل. تعالى يا استاذ محمد ورينا كده، قول لي رايك في الموديل. خش يا حاج عبد. هو كموديل حلو بس انا عايزك انت بقى تشرحه لي. الموديل ده يا جماعه ارتفاعه 35 سم، ارتفاع المرتبه 35 سم، احدث صيحه في عالم المراتب. تمام، احساس برضو فندق رهيب. موديل امريكان ده فيه بقى ايه؟ عدوا معانا كده، سفنج ميموري فوم، ارتفاع 8 سم ميموري فوم، وسوسه مايكرو بوكيت وسوسه منفصله، وقماش معالج ضد البكتيريا وحشرات الفراش. في ناس كتير برضه يا استاذ ابراهيم بتسالني يعني ايه ميموري فوم؟ الميموري فوم ده سفنج، ده طري جدا كده، هو اسمه ميموري فوم. تمام، يعني سفنج ده اللي هو بياخد وضع الجسم. سفنج طري كده بياخد شكل الجسم، بيدي راحه في النوم رهيبه. طبعا اللي يخلي العميل ان هو يعني يقتنع بموديل زي ده من شركة يانسون، اللي اقتنع اللي هو موديل ارتفاعه كويس مناسب واحساسه نفس احساس الفندق. معظم العملاء بتبقى عايزه تنام في البيت زي ما بتنام في الفنادق، يعني يقول لك عايز المرتبه اللي في الفندق دي عندي في البيت. فبتحاول بقى تجمع الكوليكشن في المرتبه اللي يديك احساس الفندق، فلازم يبقى طبعا سوسات منفصله ويكون في ميموري فوم. ده هينقل لك احساس الفنادق في البيت. ارتفاعه الموديل ده ارتفاعه 35 سم، شايفين طبعا كميه الميموري اللي موجوده في المرتبه باينه. ارتفاعها عالي جدا، دي طبعا ماسكه في المرتبه مش لوحديها. في ناس بتقول لك ايه، في طبعا بتبقى زياده على المرتبه. طبعا الزياده دي حاجه ثانيه لوحدها، بس الجزء ده هنا في المرتبه ده ماسك في قلب المرتبه. بالنسبه للقماشه بتاعتها بتكون ده قماش دبل نت معالج ضد البكتيريا وحشرات الفراش. الموديل ده جميل جدا. عايزين كلنا نقعد عشان برضه ايه. بص يا جماعه، لما نقعد كلنا على الموديل هتعرف لو في حضرتك كوبايه شاي هنا ما تتحركش طبعا. بالظبط، سوسه المنفصله يا جماعه ميزتها ان هي زي ما انتم شايفين كده سوسه المنفصله، شايفين الجزء اللي انا قاعد فيه. انا مثلا بحب احط سنين الاكل وانا قاعد بفطر على السرير، فكده ما تتحركش. لا مش هتتحرك، ولو حتى بتشرب شاي برضه مش هتتحرك. طبعا لا، باينه اصلا جدا ان انا قاعد في مكان الجزء ده واطي، الجزء ده واطي، باين المرتبه عالي. حتى لو انا قمت قعدت مفيش اي حاجه. بالظبط، المرتبه ما بتتهزش، وده كمان بياخد شكل الجسم، يعني اما اكون نايم على المرتبه بياخد شكل الفقرات. لو انت نمت كده على المرتبه يا جماعه شايفين هتلاقي الجزء المرتبه مش ماشيه مستقيمه، هتلاقي في جزء واطي وجزء عالي بياخد تفاصيل الجسم، فبيديك طبعا راحه واحساس ايه؟ مريحه جدا، احساس رهيب في النوم.